البؤساء لفيكتور هوغو. تدور أحداثها في فرنسا وتحكي عن الظلم الاجتماعي من خلال رحلة جان فالجان عقب خروجه من السجن فغدا منبوذا من المجتمع لولا موقف الأسقف معه، فيبدأ جان حينها حياة جديدة باسم مادلين. تعرفنا الرواية كذلك على فونتين السيدة البائسة التي تتقطع بها السبل وتضطر إلى ترك طفلتها كوزيت مع أسرة انتهازية، لولا أن جان يتكفل لاحقا بالطفلة كوزيت، ويبقى الماضي يلاحق جان فالجان متجسدا في المحقق جافير. استوحيت من الرواية أفلام ومسرحيات وأفلام كرتون. السينما العربية كان لها نصيب خلال عقد الأربعينات وخلال عقد السبعينات، وفي بداية الألفية الثالثة استوحي من الرواية مسلسل عربي.